السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بخير عمي قريبا. بارك الله فيك مولاي، الحمد لله. شكرا على المجهودات اللي كدير اخويا على التوصيات اللي كدير ضد كورونا. حفظك الله. شكرا على المعلومات اللي كتقدم لجميع المغاربة. بارك الله فيك اخويا. اطلب منك عمي قريبا الدعاء لي واخي ولعائلتي الصغيرة، لانني اعاني من اعراض الصيف. لا اله الا الله. كل شيء انا والخواد رجالي كل شيء مبلوك لنا، اي حاجه كنديرها كتبلوك لنا. لا اله الا الله. كنت اشوف من الصور ديالك قلت لنا والله ما عمرك طلعي لك طلعي فوق، ما عرفتش شي مني فهمتي، قلت لك والله ما عمرك طلعي فوق ديما اللور. الله يحمد هذه نفس الكره اللي عطينا فيه شي حاجه باش نتسالى الشيء، الله يحمد الوازين. يا رب يا كريم. قلت لك عمي قريب عاوتاني تعطيني شي معلومات على هذا الشيء البنوك الاسلاميه. اييه. واش تقدم ليها ولا لا؟ حيت عانيت بزاف من هذا الشيء ديال كنت دس من واحد الربا، وعرفت المعاناه قاسيت مزيان في حياتي. عرفت ما معنى الربا ولا معاناتي هذاك الشعر، ما دوش الشعر كيف كنت صغير تعطيني الله يرحم بها هذي، واخا شي حاجه من البنوك الاسلاميه تقدم ليها ولا لا؟ الله يرحم بها هذي ويجزاك الله خيرا والف خير. شكرا لك مولاي مصطفى، الله يشافيك اخويا، الله يشافيك والله يحفظك ويكون لك الله ولي ونصير. ان شاء الله تعالى بعد ان تمر ازمه كورونا سوف يقع من المتوقع، هذه توقعات كتسمى فقه التوقعات، وفقه الواقع والتوقع. عندنا في الفقه الإسلامي ما يسمى بفقه الواقع والتوقع. أي فقيه لم يكن على اطلاع بفقه الواقع والتوقع ما هو بفقيه؟ لابد أن يكون عنده فقه الدين اللي هو الكتاب والسنة، عنده دراية بالكتاب بتفسير القرآن والمدارس التفسيرية، وبالسنة بالمصادر المعترف بها وبمناهجها، هذا كتسمى كله فقه الدين، زائد التراث الفقهي الكبير، الفقه على المذاهب الأربعة والفقه المقارن، هذا كله كبير ضخم، خصك 10 سنين ديال القراية يلا توصل ما يسمى بفقه الدين. ثم هناك فقه التنزيل وفقه الواقع وفقه الأولويات وفقه الموازنات، مجموعة من الفقهيات. وهناك ما يسمى في ولا متداول الآن عند الدارسين يسمى فقه الواقع والتوقع. فقه الواقع هو الواقع الاقتصادي، الواقع الاجتماعي، الواقع السياسي، الواقع العالمي، لأن غتنزل آية قرآنية على واقع اقتصادي خصك تكون عارف شنو هي القوى الاقتصادية. غتنزل آية قرآنية من فقه الدين من باب الوحي على واقع سياسي على واقع نفسي، خصك يكون عندك دراية بالواقع ومناهجه وتقلباته ومدارسه واتجاهاته المختلفة. أما ما يسمى بفقه التوقع هو أكثر من فقه الواقع، هو التوقعات بيرسبكتيف، ما يتعلق بالمستقبليات، وهذا له تأصيل في القرآن والسنة. يبدو أنه إن شاء الله تعالى سوف نتجاوز هذه المشكلة ديال الربا والأبناك التقليدية والأبناك ديال التمويل الإسلامي، سوف نتجاوزها قريبا. هو معلوم أخي مصطفى أن الربا محرم بنص القرآن الكريم، لا يجادل مسلمين عن هذه القضية، فربنا عز وجل يقول في خواتيم سورة البقرة: وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالله تعالى كيحكي لنا على أن اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة، وكانوا عدد كبير من اليهود، كانوا من بني قينقاع ومن بني قريضة ومن بني وخيبر وغيرهم، ومجموعة ديال اليهود كانوا رجال أعمال كبار بحال يومنا هذا، كانوا ناس عندهم الأموال وعندهم شركات عابرة القارات من ذلك الزمن، ومعظم الشركات ديالهم كتقوم على المؤسسات النقدية،
وكيتعاملوا هما بالربا عندهم حلال في عقيدتهم طبعا، وكيتعاملوا مع ايضا عندهم الحانات على الخمور وعندهم الملاهي، هذه الطرق ديال الكسب السريع. فلما جاء الاسلام وحرم على المسلمين اللي اعتنقوا هذا الدين الربا، جاء جماعه من اليهود قالوا هذه الفكره الاسلاميه غتحطم لنا الاقتصاد ديالنا، محمد ياتي بافكار جديده تبدو دينيه ولكنها في عمق الاقتصاد، سوف نصاب بالكساد الاقتصادي. احنا مع من كنتعاملوا مع الربا؟ مع هؤلاء العرب، فاذا امتنعوا ويوقع لنا كساد. فجاء جماعه من احبار بني اسرائيل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انما البيع مثل الربا. قالوا شكون هما دول اللي قالوا؟ يهود المدينه الاثرياء رجال الاعمال، وقالوا انما البيع مثل الربا، فنزل قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف. ولكن لما بغاش ما هو عقابه؟ عقاب خطير مخيف. كانوا المسلمين والعباد والزهاد لما يمرون على هذه الآية يخافون، يقولوا عندك نكون وقعت فيها وأنا لا أدري ما هو عقابها. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الحرب والعياذ بالله من الله ورسوله، فكان أمر مخيف جدا. النظام الاقتصادي العالمي هو قائم على هكذا، اللي كيتحكم في الاقتصاد العالمي هما الشركات الكبرى، هما الأبناك العظمى اللي عندها راس ميل كبيرة. حنا في المغرب كدولة اللي هي في طريق النمو، وبحكم أن الاستعمار كان عندنا إلى فترة زمنية متأخرة، بقى النظام الاقتصادي ديالنا هو نظام قائم على هذه الفائدة البنكية. كاين اللي ما كيسماش ربا، كاين اللي كيسمها فائدة بنكية، وكاين اللي قالك بأن الفائدة البنكية هي الربا، كاين آراء ديال العلماء. لكن الدولة والمسؤولين في البلد على وعي وإدراك تام بهذا الموضوع، ويبحثون عن مخرج لتتبع الإجراءات الاقتصادية اللي كتقوم بها الدولة، راه تحاول أن تجد مخرجا من مفهوم الربا. فملي كيكون مثلا المشكل ديال السكن، خصوصا السكن الاجتماعي، دائما كتدخل الدولة وكدير إعفاءات ضريبية وكدير سومة اللي هي مثل الكهاء أقل ما يمكن باش كل مواطن يمتلك سكن. ملي جات تمويل الشباب ديال المقاولات باش كل شاب يدير مقاولة ديالو، الدولة حاولت ما أمكن تعطيه ولكن أقل ما يمكن، اللي في جهدها أنها تنقص وتدير 1.5% جوج 2% وإعفاءات ضريبية. الدولة عندها وعي، احنا الدولة المغربية دولة مسلمة، وعندنا الحمد لله القيادة الرشيدة هي إمارة المؤمنين، وعلى علم ووعي وإدراك قوي بأن الربا محرم ولا بد أن يزول، ولكن إكراهات هي التي تجعل هذا الأمر. في قرآننا العظيم ربنا عز وجل وضع آية فيها مخرج، لما قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه قاعدة عامة كتسمى في قاعدة الضرورة والاضطرار، قواعد الضرورة والاضطرار. يقول لك الضرورة تبيح المحظورات، وما قدر لقدر زال بزواله. فإليك الإنسان مضطر وما لقى حتى شي باب من الأبواب ديال الحلال ووقع في الحرام، ربنا عز وجل يقول لنا لا إثم عليه، لأنه التكليف يكون بما يطاق ولا تكليف بما لا يطاق. هذا من تيسير الشريعة الإسلامية عن بقية الشرائع الأخرى. اليوم الحمد لله عندنا في المغرب تجربة جنينية، تجربة التمويل الإسلامي، وهي نفسها من الأبناك العادية غير التوجهات على المواطنين والرغبات ديالهم. لكن هذا الأمر هذا سوف يطوى. نحن نعلم بأن هناك زمنين، زمن ما قبل كورونا وزمن ما بعد كورونا. الزمن الذي كان ما قبل كورونا كان هناك فقر، كان هناك تهميش، كان هناك غياب نسبي للعدالة الاجتماعية، كان هناك تحقير للشباب، كان هناك غياب عن الشغل، كان هناك روح وطنية صارت تخفت. لكن بعد كورونا سيتغير الأمر، سنرى هناك تأجج للروح الوطنية، أن هناك افتخار بالانتساب إلى هذا الوطن. سوف نرى إصلاحات كبيرة في قطاع التعليم والصحة وفي السياسة ديالنا اللي كانت واحد الوقت فقدنا المعنى ديالها في البرلمان، صار الآن عنده معنى، والحكومة صارت محترمة وعندها قيمتها وكلمتها بسبب المواقف المشرفة لوقفتها في ظل أزمة كورونا. وسوف نرى خصوصا صلاح وإصلاح في المجتمع، سوف نرى إن شاء الله تعالى بيوت الله تفتح من جديد وغتكون عامرة،
لا إله إلا الله. والله إني أنتظر أنتظر بشغف كبير اليوم الذي سوف تعلن فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى اليوم اللي غيجي القرار، وغادي يقولوا فتحت بيوت الله، لقد انتهى خطر كورونا والمجتمع سليم وحالة الطوارئ وحالة الظرفية الاستثنائية زالت، وغدا ستفتح بيوت الله. لا إله إلا الله. والله إني أنتظر هذا الوقت بشغف. ما الذي سوف يقع؟ نتوقع فقه التوقعات، سيكون هناك هجوم على بيوت الله، سيذهب الناس كلهم إلى بيوت الله، لن نجد مكان فارغ في بيوت الله، وكأن الله تعالى يشوقنا من جديد إلى بيوته. القرآن الكريم الذي كنا نقرأه في المساجد رأى في الفترة الأخيرة جمعت المصاحف، رأى بأمر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ماذا قالوا؟ قالوا اجمعوا المصاحف، عقموها في الأول، ثم التمومات حيدوهم، ثم التسبيح اللي كيكون معلق اللي كيدخل ياخذ تسبيح حيدوه شوية، اجمعوا الزرابي والحصائر، ومن بعد أغلقوا المراحيض، ومن بعد أغلقوا بيوت الله. اللي كيمر من أي مسجد ديال الحومة ديالو كيلقى هكذا مسدود، كيشعر بأن قلبه 100 خنجر في نفسه. ولكن فقه التوقع يقول لنا بأنه بعد أن تزول قريبا بإذن الله هذه الجائحة وننسى كورونا، ما الذي يقع؟ أنتظر بشغف كبير، وإن شاء الله نكون في, في, في تمام الصحة والعافية، ونعلنها من هذا المنبر. لقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه غدا إن شاء الله تعالى سيتم افتتاح المساجد، وغادي كل يوم يوم جمعة. ما الذي سوف يقع؟ الناس سيهبون على بكرة أبي من المساجد. هناك عهدين زمنيين، ما قبل كورونا وما بعد كورونا. حتى نظرتنا إلى رجال الأمن، كان واحد الوقت الناس كيشوفوا رجال الأمن وكيستاءوا من تصرفات البعض منهم، وديال الدرك الملكي وديال القوة العمومية والسلطة المحلية يستاءون بعض تصرفات. الآن عبر كل هؤلاء الرجال عن وطنيتهم وعن إنسانيتهم. هذه اللحظة اللي احنا في بيوتنا جالسين مع وليداتنا دافئين محميين، هم الآن راهم في الشوارع، راهم في الأماكن يراقبون الأمن والسلامة والعافية، راهم في اجتماعات على مدار 24 ساعة، عندهم بيسي بيرمانونس كونتيني، كيبقوا دائما حاضرين. ستتغير نظرتنا إلى رجال الأمن والدرك، غيعود احترام زائد وتقدير زائد. حتى كل الأطباء والجهود ديال الممرضين، كل شيء سوف يتغير. هناك عهدين مختلفين، عهد ما بعد كورونا وعهد ما قبل كورونا، وستكون دروس مقررة في التعليم، التعليم ديال التاريخ والجغرافيا في البكالوريا، درس كبير. غنساو درس الحرب العالمية الأولى، درس الحرب العالمية الثانية، درس ديال الثورة البولشيفية، هادشي كله سار إلى الماضي الصحيح. سنبدأ عهدا جديد وإن شاء الله غادي يكون كل خير. أخي مصطفى، إلا خفتي من السحر، إلا خفتي من العكوسات، ما تخافش، ربي سبحانه وتعالى لا يعاقب من كان مضطرا. أنت مضطر، وربنا يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لا إثم عليه. وهذا العكس اللي عندك راه ممكن يزول. بماذا؟ هناك أذكار ربانية لما نقولها في الصباح الباكر ربنا سبحانه وتعالى يعطينا حماية كاملة. أولها أن نقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه نقول 7 مرات في اليوم، عمر السوء ما يصيبك، عمر السوء ما يصيبك. أنا كنعقل حفظتها وأنا عمري 7 سنوات حفظتها، وحفظتها حدا مسجد الحسن الثاني، وكان ديك الساعة مازال باقي لم يبنى هذه المعلمة الدينية الحضارية، وتما لقيت واحد الفقيه كيقرأ القرآن الكريم وقال لي شديتها من عنده، وعمري 7 سنوات وملتما بقيت كنقولها. أنا أذكر بأن هذا العمر كله اللي دوزته سنين طويلة، والله عمري لم أجد إلا الخير، إلا الخير والصحة والعافية والرزق والنجاح دائما والفلاح وكل شيء الزين الحمد لله. لما كنرجع كنلقى هذا الذكر حماية. حتى الموت، يا ما وقعت في أماكن فيها الموت والجثث ودائما كدوز بسلام. هذا الذكر، هذا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 مرات قل في الصباح وإن شاء الله عمر الخوف أو الهلع ما غيصيبك. اللي بغي يسحر يسحر، واللي بغي يضرب بالعين يضرب بالعين، وأي خطر يكون أمامك يكون حتى كورونا بنفسه سيقف مكتف الأيادي، لأنك في حماية الله ورعاية الله وبركة الله ونور الله. أسأل الله الكريم يا أخي مصطفى أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويكون لك وليا ونصيرا. اللهم أمين يا ربي يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.